أعلنت وكيلة وزارة المواصلات الكويتية خلود الإشهاب اليوم الخميس إعادة افتتاح برج التحرير لاستقبال الجمهور اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية. وقالت الإشهاب في تصريح للصحفيين بمناسبة إعادة افتتاح البرج إن استقبال الجمهور سيكون متاحا للجميع مجانا خلال شهر فبراير فقط. حرصنا على تطبيق اشتراطات اللجنة الصحية في مجلس الوزراء الموقر، فخصصنا موقع للحجز بحيث أنه ما يتجاوز عدد محدود في الساعة الواحدة اللي يزور البرج. الموقع liberationtower.com، يدخلون فيه ابتداء من يوم الأحد، هو من اليوم مفتوح الحجز، راح يبدي من يوم الأحد، يأخذون حجز مواعيد خصصناها على فترتين صباحية ومسائية، الصباحية من 9 للواحدة والمساء من 3 للـ9 على مدى شهر فبراير كامل بإذن الله. البانوراما اللي أنتم شايفينها تمثل تقريبا 360 درجة في تطل على كل معالم الكويت، فهذه فرصة أن الجمهور واللي مهتمين أيضا بالتصوير والمعلومات أن يأخذون فكرة عنها. يهمنا أن الجمهور يشوف شنو برج التحرير، راح يكون في فيديو وبروشورات على شنو أهم المعلومات اللي تخص برج التحرير.